وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة. أما بعد، نسأل الله السلامة والتوفيق في شؤوننا كلها، آمين يا رب العالمين. الذي ألمني هو كثرة الناس الذين يدعون الإسلام ويدعون الصدقات والمجر. دافعني الذي ألمني أن لا أرجع إلى ثلاث آيات من سورة البقرة، يقول فيها سبحانه وتعالى آية 270 ليس عليك هدى. احنا عملنا اللي علينا، نبهنا ولكن قوم لا يفقهون، أموات غير أحياء. ليس عليك هدى ولكن الله يهدي من يشاء، حرم من الهداية فلا بركة له. وما تنفق من خير فلأنفسكم، احنا من حاربناكم على الانفاق في سبيل الله حتى تكونوا يتكافئ. يقول انفق، خلي الناس ترى ان نعمة ربي وصلت على يد المؤمن والمؤمنة. من الدعوة مش تكون بشيء نفقة. ليس عليك هدى ولكن الله يهدي من يشاء. وما تنفق من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. اللي حقيقة يحب النفقة يجعل لله في سبيل الله لوجه الله تعالى. For the countenance of Allah. وما تنفق من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. وما تنفق من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ولهذا اللي في باله يقتصد يك حاجة بسبب الله ولينظر الاقتصاد، أما فيما دون ذلك في الإسراف وأخ الشياطين لا يهم النفقة. أما وقت يجي ولي في سبيل الله، والله أنا صدق، والله أنا زكي، سبحان الله أعطي من ربي يوسع عليك، وسع على غيرك، ابن بعيالك، تمقت زوجتك، تمقت وليداتك، وهذا لا يجوز. يراك بعضا فيهم على مجالس أهل السوء وهم محرومين، حتى الفتاة ربما ما يمشونوش بالكم، واللعب هذا بالأعصاب تاع الأهل بالكم منه ولا تاع الجيران. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وما تنفق من خير فلأنفسكم وما تنفقون أي حين نفقة إلا ابتغاء وجه الله، ما كانش مشكلة تنفق. المراءة هذا مش ترجع لك عليك بالإثم والعياذ بالله والخسران والشرع. إلا ابتغاء وجه الله وما تنفق من خير يوفى إليكم، يعني ربي يوفيه صوتيك لا مش كلام فيك، يا ربي يحب إلى عبدك أنا نيتك حسنة تبتغي وجه الله. وهذا قليل من الناس من يأتي هذه الحقيقة يعيشها يتمتع بها. وما تنفق من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، هذا مش لن يكيركم أعمالكم أو أموالكم، ما نقص منها شيء، هذا هي سبقتها النية. فأنت من الخيرات بنيتك وفعلك أنت من السباقين. حين يجري وراء الجائزة الكبرى والإذاعات والكلام يستعرضوا كتافهم، أعرف الممثل شكون، أعرف من قال كذا كذا، وهي ليست بحكمة، لكن هو من سوء تدبيره نسى القرآن ونسى الحديث القدسي ونسى الحديث النبوي الشريف والسيرة النبوية العطيرة، وتلاقي بشقشق شكون غلب ولو فريق في المناسبة، وأنا حكم وأنا الحكم اللي كان على حق وأنا كان على البطل، ولا والناس يفتيوا والناس عندهم ما يقولوا في البلدان، وهذا يجرم وهذا يدافع وهذا يصرح سبيل وهذا هو حسينه زايد الأمة هذه إلا من رحم ربنا، ليست أمة إسلام. ما داموا أعناقهم بلا وجوههم أنا مهتم بشيء خير اللي يرضي ربي، فهم ليسوا من أهل الدين. تحب ولا تكره، سمي روحك ما شئت. أنا مش كون من أهل الدين وأنت تطبق اللهو عن الطاعات بما فيها النفقات في سبيل الله. فك عليك، سيب عليك الخلفاء. اليوم ما تهمكش، وماكش قليل الأحساب. خلي وقت يوصل الإنسان يعطي الأشياء قيمتها ولا يهتم بها.
ويعليها يعني شأنة ويشهر عند الناس لك عملية تسويق هكا بدون مقابل، لأنه يعني مغرم بذلك، لأنه يعني معجب بذلك، لأنه يعني هو من يحب الناس اللي يألوا وقت الشيء هذاك من دون الله، أموال ونساء وسمعة ولما ودعاية زي الكلام ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم من خير. كلمة طيبة، كلمة نصيحة، كلمة تشجيع، كلمة تخفيف الآلام، صار حاجة بطل حد نفقة بالكلام شبيه. والبسمة هو حزين حزين ابتسم يتعدى بك العدوى حسنة طيبة، وتحدثنا على البسمة لوجه الله اللي هي غير صفراوية تحدثنا. والناس أنا من الناس اللي شادين روح، مش قام أن تبسم، مش كون هو يا ولد تبسم لأنك أنت عين صدقة وقتك، تبسمك ورجع أكيد صدقة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام مع الناس عملنا مع الناس قول نعملون غير ذلك، هذا ماشي في قاموس الإسلام. أما لا وأنا صم بكلة زيد، هو اللي يحب يقول قول خير أو بسم. والخير مش بالضرورة كلمة معسولة، الخير أن تنبه قول ربك رجاء عن حقوق الله، راك استخفيت بنعمة قد لا تدوم وترجع لك نقمة. شبيه شو النفقة غير ما تفهم كل المال نفقة، تنفق من وقتك تقتل الناس تشوف ماذا يشغلهم، ولو ما يوقفوك ما تبداش تلوج بالأعذار مش ما تفوتهم بالك، راهو ريت حاجة أنا مش تضر غيرك. أنا قسم موس أهل الباطل وأهل سوء الأدب رماها لأن ما مخهم كان في الملذات ما يموش بعد القسم هذيك لما تصنع يتفرق إنسان ويمشي للمستشفى والله أعلم يقدر على مصروف أم لا، ومقعد والدويات والأطباء والدويات اللي نقصوا من تخاطر الدم يعني قشرة. لو أنت أزلتها على ورم الطبيب ضابط الدراجة وأزيلها ولا أبوك حتى تجي معاش نفقة. ونعرف اللي وجه الله ونعرف اللي قمت شيء قام به النبي عليه الصلاة والسلام من قبلي، واللي يهز حجرة وش الحجر ممكن ما تعملش حاجة كبيرة إلا هو إلا كان من السيارة ولا حاجة ولا عفرة كبيرة، أما قشرة تموت والعياذ بالله يضغط على مخه ويقعد ثقافه ويموت في الوقت. يا ناس انفقوا من وقتكم، انفقوا من اهتماماتكم، انفقوا من بنبولا. بنبولا ناس تعمل فيها بالخارج، تعمل فيها اللي ما عندهم صله بالاسلام وانتم تدعون الاسلام وانتم ضد بنبولا قاتلينها ما تعتبروهاش، ليش موجوده لاهتماماتكم. على كل حال لا يفيد التطبيق، وما تنفقوا من خير يوفى اليكم وانتم لا تظلمون. للفقراء هاو البقرة لمن يذهب أن فقرين البقرة مش بطلة فقرة في الماء، فقرة في الإدراك في المعلومة والمجر، للفقراء الذين أحصلوا المعلومة اليوم ولات ما لا يرفع شأنها في المعلومة باش يزيد يستغل الناس ويزيد يهيمن على الناس والبعض قدام الناس. أما المعلومة اللي مش تصلح علاقة والمعلومة اللي مش تخلي الإنسان يقف عند حد معين ويبطل المعصية ويرجع للتوبة في يا رب بدلني وسيئات وحسنات، هذا ما المعلومة دي مع المشكلة. هذا من يدعون الإسلام، أما المسلمين حقانين كل معلومة ويصغر شأنها في كبيرة عندهم وهم يعتبرون مكسب ويصدقوا منه. المكسب ذاك الذي كمكسب ذاك كيف تصدق من لا يقلش ربي يزكيه ويطهر وينميه. الفقراء الذين أحصلوا بسبيل الله، يعني أحصلوا بسبيل الله خلق جهاد معاش يجب أن يكتسب مش يبيع وجوع، لكن الجهاد في وقت كما هذا اللي من الأرض مش بيه ما يدخلش الأرض المحتلة ويعمل خامل من جد
مملكة من؟ خاف ربك تخافش من المملكة من هم؟ هم أخوانك وهم أعداء كان إخوانك توي يطفلوا الضوء كان أعداء الحر وتعدى شو العيب؟ خونا كم مرة في غزة يقع عليهم أدوان وربي يراد بهم خيرا وطولوا في نمط حيلهم وهجوماتهم ومفاجآتهم الحمد لله وما في حاجة ليك يا جبان سواء كان في أردن ولا في سوريا ولا في لبنان ولا في مصر ما هو بحاجة ليكم لكن الحرارة الموجودين في الأمكنة هي لابد أن ينتبهوا أن أخوانا بحاجة إلى سند بحاجة إلى التشجيع بحاجة إلى مشاركة في الدولة عن الحرمات حرمة الأرض هذيك الطاهرة اللي بلا ربي يجعل فيها تنزيل كبير وهي مهبط الوحي أنا مدة طويلة وهي مهبط الوحي ويا ممر في الإسراء والمعراج شبيكم يا ناس ناسين لحد الآن ما مش فاهمين شو قاعدين تخطوا به في حق الله وفي حق الأرض المقدسة التي عاصمتها مدينة السلام جيروزالم مش فيها جيروزالم هي مدينة السلم اليوم ضاعت ووقعت في أيدي أسقط عباد الله من أنت من في الأردن تقول بالإسلام ولا تفكر في أن تهجم وتدخل الباب على أعدائنا لست بمسلم ما دامك ما تفكرش وإذا كان فكرت وحاولت فالله يجيب السؤال لأنه في الجند على الحدود جند مملكة وليس بمملكة عندنا ليس بمملكة بل هي مقاس لأعداء الله أو صحيح إلا من رحم ربنا ولذا آن الأوان أن نحق الحق ونبطل الباطل ومن النبقة هذا اللون من النبقة أن تعلم إخوانك أنهم مقصروا بحق إخواني في غزة أو في فلسطين كلها على كل حال للفقراء الذين أحصلوا في سبيل الله سواء كان بجهاد أو خلاهم حتى حد يقوموا بتجارة يعقلوا فيهم يعملوا في سمعة ودعاية وإشاعة فاسدة ولا مرض ولا قصور من إنسان سكن أصابته رزية في ملكاته ما عادش أحصوا في سبيل الله سبيل الله تصبر وسبيل الله زد في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض ما يقدرش أما فما من تربص من الدوائر خارج حنعرفوا الناس اللي حاربوا فينا يوصلوا البعض منا باش يوليوا يعيشوا كروستروفوبي لا يحب الحصر ولا جوروفوبي وما يحبش الدكاترة يخرج هذا زي الدكاترة أحصي أنا لم يتمتع بكل ملكاته وبكل فرصه في الحياة لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف وليراهم من الجهال والقليل قالوا مسلمين وقالوا فايقين وعندهم يرى في الحدث وعلوم قال شنو قال نفهم انا الانسان هذاك شي احوال تريد تعرف بانه كرامته الاسلاميه ما تدفعوش باش تدخل منك يعني كنت نبني وانت انسان جيفه والعياذ بالله وكم منكم في ارض الاسلام هالنوع هذا والعياذ بالله وهي مصيبه لم يحسنوا كما احسن الله اليهم نسوا الله بانسان انفسهم نسوا الله في نفقه على الضعاف الناس هم المجاهدين من نوع طراز كبير تحسبهم اغنياء من التعفف هم متعفدين ما يحبوش يوصلوه باش يتاجروا فيه وقلنا خطر ردانا اليك مره فما بعض النساء يتصنعنا التقوى ويدخل هذه المرأة وهذه المرأة ويختاروهم المغفلات والطيبات اللي يصدقوا كل شيء وهذا لا يجوز في الحقيقة ولو قال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن غير الكريم والكافر المنافق لئيم يعني شرير ومخاطر على مجر المهم يجيو يلقطوهم يصوموا سيبلي ويمشوا يعملوا معهم علاقات يسلبوهم الفلوس يشجعوهم على التقوى يشجعوهم على تربية الأولاد كل شيء مش شو يخدروهم حتى يمشي في بال لكن المغفل من يدوكم الغافلات وبكم الطيبات شو بال من هي المرأة المثالية ولا مثالية مثالية عند الله لكن كل حال إن شاء الله نتحط على خطأ المثالية دي البرفكسيونيزم والإيدياليزم شيء كبير كمالية وكذا المفيد وقت اللي تخدروا هاي يقولوا ما تقولوا ما عندك دار فكرش يا بكش دار وانا
راني عندي منصب يوصلني باش توسط لك وتخو حاجه سوم باي وكذا كذا في ربي. نومهاش ولا نومتهاش؟ تمشي تقترب تمشي تتسلق باش تحضرك العش منه. وبعد اضرب عليا مقطار والمقطار قلب فلانه وفلانه وفلانه ومليح قال ياك بسم الاسلام يا ناس ورد بالكم راكم مغفلين ماكم فاهمين الاسلام قاعد يستغلوا لكل خبث. قال النبي عليه الصلاه والسلام قال يجي وقت يختنون الدنيا بالدين يعني مش حصل على الدنيا يعطيك الوجه نتاع المتدين المستقيم والمستقيمه الامينه واللي يحمينه والكريمه وهذا ما شاء الله المفيد على كل عبد. انساو الكلاب هذوما القلابه هذوما انساو اللي وراهم قانون رباني وقانون دنيوي. فعلا مهما كان السر اللي انت فيه ومهما كان خبزك يا سيسي وامثال السيسي اعلموا لي كل شيء باش يكشفوا ربي وحين الناس تكشف عوارك والله لن يرحموه كلما ياخذوا حقهم وعلى عيسانك. وهذا ما ينتظر السيس وامثاله والكلب اللي في الشام والكلاب كلها اللي في الجزيره شبه الجزيره العرب وفلسطين وكل كل كل مش تتوصل تخبوش. لا الفقراء الذين يحصلون في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبه الجاهل اغنياء من التعفش على العدول الظاهر دي تعرفهم بسيماهم يعرفهم النبي عليه الصلاه والسلام ومن من خطا خطوات وراء النبي عليه الصلاه والسلام. كان سيدنا علي كرم الله وجهه كان من احسن القضاة وكان يعرف كيفاش يفهم الخصمين وكان عنده فراسه ممتازه يعني ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام انا نفس طايره وعقل راجع وعلمنا تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحافا ايش يحلم وكرامته ما توصلوش اللي يجيك يا نبي الحافا لما تجيك من خير فان الله عزيز حليم سواء كان يمينك لم تطلع عليها ولا يسار شمالك لم تطلع على يمينك ولا تنظر لو السر وراه جهرا تحب تشجع غيرك تشجع امثال جيرانك الشله نتاعك بس يخدموا معاك ولا سواء كان جمعاك ولا عالم تشجعهم تقول ما تقولهمش تبني العمليه اللي قمت بها لازم يسمعوا بها ولا يراوا ويحشموا لارواحهم واحنا نعرفوا تبعاتهم مع الناس في الغفله يحبوا غفله اما نهار اللي يلقاو انسان قام بدوره كما يجب يستحسنوا ذلك ويرجعوا ربهم احنا مفاتيح خير وما غريق شر. يقول ربي سبحانه وتعالى لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله يعني يا مقابل النفقة من خير فما نفقة بشر تحمل كثيرا على الإسراف اللي قاعد حتى وصلت الناس من طلباتها ومن استهلاكاتها ويبعثوا في الحاوية بتاع البليات وعلى قارعة الطرقات يبعثوا ما فضل مما كسبوه بالحرام واكلوا منه بالحرام وتركوه بلا حرام. لا ما تخلوش الجار لا يخو قبل ما يتعشى ويشق فاط الخو. يقول شو تخسر انت؟ شو معناها وقت تكون خو معناها تفضح في روحك ولا تقول روحك انت ماكش راجل؟ لا راجل شو ما يعمل معه؟ شو تكون خو هو هي هدية من خوك اللي جا تحب يفرق بالطبق ولا بالغلة هذه شو ولا هاو فلوس وامشي من السوق انت بكري بكري ما شفت لك حاجه باهي شنو؟ شو العيب اذا؟ والله لا نرى فقرا بل نرى غنى وراء كرما وراء زيادات بركات الله وخيرات الله وإذا قال شو الله يستعبدنا ربك ولا شكرت ولا تجنكم ولا ان كبرتم اي بالنعمه مع ذلك الشديد وهذا اللي قاعد يقع كثير من الناس اللي عذاب ربي كانت الغله رخيصه وقت اللي انتم أنا فستوها سواء كان نشريها أكثر من اللازم وأنا اللي يحب يبيعها لبسوم معين يحطها في القواش كذا وبعض المشات معناها هذا؟ معناها أنت تفضل بالنعمة ولا يسيء استعمال اللبن الطازج ويفرحقوه هكا في الطريق مش تسبوا الأرض مش البشر
يمنح محط، فإذا به غلى المعيشة زاد. ليش؟ لأن الكفران بالنعمة مزيد كان نقمة من أجل الله، ويجعل رزقهم نكدا، وهذا اللي قاعد يقع في أمة الإسلام بين الفريق. وما تفكم من خير في مقابل من شر، ولهذا لابد أن تفهموا كل شيء تسجدوا ربي أحصى الله ونسى. الذين يبقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون. حزن فيها هي لا خوف عليهم ولا يحزنون، لا خوف أو كنتار ولا يحزنون أو كار وغري، يعني مخشوش تدر عنه مش تعمل فيه الناس، لأن كل أنواح ركب خير بحر ركب تعمل فيه الوجه الله. هذه طريقة دائما هي ناجحة، هذه تجارة رابحة. هو الإنسان يمشي في الخطة دي عمره ما يحس بضيق، وحتى لو خالته الدنيا نبينا عليه الصلاة والسلام قال ارحموا وعز قوم الذل، تلقى من ثم من يجي ويواسيك يعاونك مش تخرج من أزماتك وأنت لا تعلم كيف أتى ذلك الشخص الذي سخره الله. ورب سبحانه وتعالى يقول يعني دائما الصبر خير، والصبر خير، واصبر وما صبرك إلا بالله. ويقول كذلك اللي ينمي يلقى، وخير ما تحسن الظن بالله اللي عملته لله مش تلقاه يوم من الأيام في الدنيا والآخرة. راهو حسن الظن سجن، أنا عند ظني عبدي. ولهذا شيخ الحديث القدسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضا.